عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير وسلامة. يعني أني عبالي إنه ألتقي بيكم الأسبوع الفات، بس كانت عطلة، ويعني أتمنى لكم الموفقية وسنة سعيدة عليكم. وإن شاء الله طلابنا نكمل المحاضرات مالتنا، اللي هي سلسلة من المحاضرات عن موضوعكم اللي هو البلد ترانسفيوجن، نقل الدم. واليوم المحاضرة مالتنا هي تتحدث عن اللابراتوري تيست فور دونيتد بلاد. واللابراتوري تيست فور دونيتد بلاد راح تكون يعني a lot of tests. راح تشوفون انه هي احنا مو بس مجرد نقول انه هذا التيست نريد نسوي، نريد نعرف انه احنا ليش نسوي. يعني مثلا كل شيء اني من اسوي له اوردر واني اطلبه واقول انه يابا اني اريد اسوي هذا التيست او سووا لي هذا التيست، فاكيد عندي هدف وغايه من هذا الموضوع، وان شاء الله راح نتحدث عنها بالمحاضره هذه وبالمحاضره او بالنكست ليكتشر. فبالنسبة لنا يعني كمحاضرتنا تبلش باللابراتوري تيست ان بلاد ترانسفيوجن. واكو بداية الموضوع حطيت لكم مانديتوري تيست فور دونيتد بلاد. يعني شنو اقصد بي مانديتوري؟ يعني اساسي، يعني رئيسي، يعني ما يصير اني ذني التحاليل اللي راح احكي عليهن ذني ضروري كلش كلش، اما اسويهن للانسان اللي يتبرع بالدم او بوث، للانسان اللي يتبرع بالدم والانسان اللي يريد يعني ياخذ هذا الدم، الريسيفر يعني المستقبل والمتبرع الدونر. تمام، من اكتب مانديتوري تيست معناه ذني التحاليل لازم نسويهن. زين، راح تنقسم لنا ذني التحاليل اللي احنا لازم نسويهن الى نوعين، اللي هي اما سيرولوجيكال تكنيكس ومايكروبيولوجيكال تكنيكس. انتو تتذكرون يعني احنا هسه قبل من ما اقول لكم شوية شورت نوت عن المحاضرة السابقة، فاحنا من التحاليل اللي لازم 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 اني اسويها، تشوفون كم مرة اني قلت لكم لازم، يعني من اكتب لك مانديتوري تيست يعني تحاليل لازم اسويها. شنو هي؟ اللي هي سيرولوجيكال تكنيك، اللي هي تحاليل اني لازم اعرفها اسويها، خاصة هاي التحاليل اعرف فصيلة الدم الاي بي او، واعرف الار اش مال البيشنت، يعني اشوف هذا الانسان شنو فصيلته، اي بي لو اي بي لو او، وشنو الار اتش جروب مالته، يعني هو بوزيتيف لو نيجاتيف. تمام، ثاني تحليل شنو اني اللي اريد اعرفه واسويه، وهو الكومباتيبلتي تيست الكروس ماتش. وثالث تحليل يسموه الانتي بودي سكريننج اند ايدنتيفيكيشن. بالنسبه للكروس ماتش والانتي بودي سكريننج اند ايدنتيفيكيشن راح ناخذهم بالنكست ليكتشر، بس مختصر مفيد عنهن انه الكومباتيبلتي تيست اني اريد شو اسوي مطابقه مال دم بين من؟ بين الانسان اللي بين السيروم مال البيشنت ومال الريد بلاد سيل مال الدونر، فهذا يسموه ميجر كروس ماتش. واكو بين الريسيفر ار بي سي وبين الدونر سيروم، وهذا يسموه ماينر كروس ماتش. تمام، بعد شنو اني اريد؟ انتي بودي سكريننج اند ايدنتيفيكيشن. هذا شنو معناه؟ معناه انه اني اريد اعرف هذا الشخص هو ما عنده انتي بوديات اذر ذان انتي اي وانتي بي، واللي ممكن تكسر لي الخلايا الحمراء اللي اني نقلتها يعني للانسان للريسيفر. يعني انا بدي اشوف هذا الريسيفر اللي اني محتاج، يعني البيشنت اللي محتاج انقل له دم، عنده انتي بوديز اجسام مضاده ضد الـ يعني الدم اللي راح انقل له اياه غير الانتي اي والانتي بي. يعني اكو احنا مثلا اكو انتي بوديات تتولد ضد فورن انتي جينز غير بني الانتي جينات المعروفه اللي عندنا، اللي هي اي انتي جين وبي انتي جين والاتش انتي جين. تذكرون بالمحاضره السابقه طلاب قلنا احنا عندنا ثلاث انتيجينات اللي هي الـ A والـ B والـ O والـ H العفو، واللي عن طريقها عن طريق الانتيجين أنا راح أعرف الـ blood group. تمام، وقلنا عندنا الـ blood group إن أربع أنواع اللي هي الـ A والـ B والـ AB والـ
بعد يا فصيلة قلنا والأو، وقلنا عندنا 4 جين اللي هو الأي جين والبي جين والأو جين والإتش جين. فبالنسبة لل يعني للأنتي بودي سكرينينج ايدنتيفيكيشن، احنا هنا نريد نكتشف اكو أنتي بوديز تكونت ضد فورين أنتي جين، وممكن تسوي لي هيموليسز للترانسفيوزد بلاد، وبالتالي راح يتكسر البلاد اللي انا نقلته، وبالتالي ما راح يستفاد من عند البيشنت، وممكن تسوي لي يعني مشاكل اني في غنى عنها. ولذلك اني اسوي يعتبر هذا التيست من ضمن السيرولوجيكال تيست اللي اني لازم اسويها. اذا ذني طلاب اللي كاتبتهن اني لازم تحفظوهن مثل اسمكم، اول شيء سيرولوجيكال تيست ويشمل لي 3. 2 مايكروبيولوجيكال تكنيك، يعني اني الدم اللي اريد اديره لهذا الانسان اللي يصير مريض، اللي يريد يعني يحصل لي على الدم اللي هو patient، يعني غير لازم هذا الدم اللي انا يعني انقل له اياه يكون يعني انا فحصته يكون لا بيها هباتيتس اي ولا هباتيتس بي ولا ولا اتش اي في ولا سيفلس، لانه اذا بي يعني ذني المشاكل النتيجه شنو راح يصير؟ راح انا انقل هاي المشاكل لمن؟ للريسيفر، يعني للانسان المستقبل، وبالتالي انا دخلته بمشاكل في غنى عنها احنا. تمام. اذا من اقول لك مانديتوري تيست معناه ذني التحاليل لازم وغصبا علينا نسويهن، وهي سيرولوجيكال تكنيك اللي هي اشياء خاصه بالانتيجين والانتيبودي والبلد جروب والار اتش وهكذا. والتحليل الثاني اللي هو خاص انه انا اريد اتاكد البلد مالتي سليم، ما بي مثلا مشاكل مثل انه ما بي هيباتيتس بي سي، ما بي اتش اي في، ما بي سيفلس وهكذا. تمام. بالنسبة للاي بي يعني الاي بي او والار اتش جروبينج، احنا اليوم ان شاء الله راح نغطيه بمحاضرتنا هاي. بالنكست ليكتشر راح نحكي على الكومباتيبلتي تيست وعلى الانتي بودي سكرينينج اند ايدنتيفيكيشن، وراح كذلك نتحدث عن المايكروبيولوجيكال تكنيكس على مود نعرف الهيباتيتس بي والسي والاتش اي في والسيفلس. تمام. اذا اليوم انا اريدك تعرف، لازم انت لازم لازم كمحلل كاحنا تحليلات، لازم انه اي انسان يريد يتبرع بالدم، ونريد انه احنا الانسان هذا الشخص يريد ينقل الدم الى شخص معين ثاني، اني لازم اسوي له ذني التحاليل. يعني تشوفوني ايش قد كم مره داعيتها، لان كلش ضروريات ولازم تحفظوهم مثل اسمكم. اول شيء سيرولوجيكال تكنيك واللي تشمل الاي بي او والار اتش والكومباتيبلتي تيست والانتي بودي سكرينينج اند ايدنتيفيكيشن. اذا ذني شنو؟ ذني السيرولوجيك تكنيك. والمايكروبيولوجيك تكنيك اللي هي اني اتاكد من الدم ما بيه هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، اتش اي في، سيفلس. تمام. زين، انا ايش قلت لكم بدايه المحاضره؟ قلت لك انه انا عدنا وهوايه ذكرنا انه احنا اكو مانديتوري تيست حتى اني اسوي يعني يجب ان اسويها للدونيتد بلاد، وعدنا وسقالنا وقلت لازم ولازم. زين، انت لازم تعرف ليش اسوي هذا التحليل، يعني انا مو كاتبت لك مانديتوري وانت ما تعرف ليش مانديتوري. زين، اذا كل تحليل راح ناخذه راح نعرف ليش احنا لازم، واني هالقد اكد انه احنا لازم نسوي اياه للدونيتد بلاد. تمام. ومن هذني الاشياء، اول شيء راح نبلش شنو؟ بالاي بي او والار اتش. وتذكرون طلاب المحاضره السابقه احنا تحدثنا عن الانتيجين والانتيبودي، وقلت اني الانتيجين وين موجوده؟ موجوده على سطح الخليه الحمراء. والانتيبودي وين موجود؟ موجود بالسيروم. اذا احنا يعني كان محور المحاضره مالتنا السابقه هي تتحدث عن الانتيجينات اللي على سطح الخليه الحمراء، وعن الانتيبوديات اللي وين موجوده؟ بالسيره. وقلت اني اكو انتيبوديات هي اصلا تصنع بجسمنا، يعني انا ما يحتاج اكو فورين انتيجين يجيني ويحتاج لانه الجسم يكون اجسام مضاده ضده، لا، قلنا اكو انتيبوديات هي الجسم يصنعها. مثال عليها منو؟ الانتي اي والانتي بي. واللي قلت انه ذني لازم ماكو انتيجين يشبهها. ليش ماكو انتيجين يشبهها طلاب؟ لانه اذا اكو انتيجين يشبهها مثلا انتي اي، اكو انتيجين اي، النتيجه راح الانتي اي ترتبط ويا الانتيجين اي وراح تسوي لي هيموليسيس وتكسر لي الخليه الحمراء. اذا
لازم الانتيبودي اللي هو مصنع من الله، من الطبيعة، يعني رب العالمين سوانا اياه بجسمنا، واللي ما احتاج انه فد شيء غريب يدخل للجسم ماتي على مود يحفز لي ويخلي لي الجسم يكون اجسام مضادة ضد هذا الدم، تمام؟ وبالتالي لازم هذني الاجسام المضاده الانتيجين الموجود على سطح الخليه الحمراء، هنا طبعا الانتي بودي هذني وين موجودات؟ موجودات بالسيروم. لازم الخليه الحمراء تحتوي على انتيجينات عكس هاي الاجسام المضاده حتى ما تجي ترتبط هاي الاجسام المضاده الانتي بوديز بالسطح مال الخليه الحمراء، وبالتالي تسوي لي هيمولايسز. اذا هذا في الشورت نوت عن الموضوع. وبعد شنو ذكرنا؟ ذكرنا انه اني الانتيجينات اللي هن قلنا موجودات على سطح الخليه الحمراء هن راح يحدد لي انه هذا الشخص يا بلد جروب، يعني كانه بلد جروب اي لو بي لو اي بي لو او، يعني احنا نريد نعرف هذا الشخص يا تايب من البلد جروب، اوكي؟ فاذا اني لما اريد اعرف هذا الشخص يا تايب اوف بلد جروب، اذا لازم اني شنو؟ اعرف هذا الشخص يمتلك يا انتيجين. وتتذكرون كذلك حكينا بالمحاضره الاولى قلنا انه الجروب اي يحتوي على اي انتيجين واج انتيجين، طبعا كل الجروبات اللي هي الاي والبي والاي بي والاو يحتوون على اج انتيجين، تمام؟ وراجعوا المحاضره السابقه، اوكي؟ فيبقى عندنا شنو اصلا؟ انتم ان شاء الله يعني راح اليوم عندكم كويز بيها. فالطلاب بالنسبة للي هسه شنو اني دا اوضح لكم اياه، انه الانتيجينات انه احنا عندنا مو فور بلاد جروب، اللي هي بلاد جروب اي اكو ناس دمهم اي، اكو ناس دمهم بي، اكو ناس اي بي، اكو ناس او. هذني منين جاية هاي التسمية؟ جاية من الانتيجينات اللي موجودة على سطح الخلية الحمراء. إذا شنو أني عندي أنتيجينات على سطح الخلية الحمراء أو ما عندي، راح تطلع لي فد بلد جروب معين. مثلا الإنسان اللي هو بلد جروب أي، الإنسان اللي هو الجروب مالته أي، شنو عنده يا أنتيجين؟ عنده أي أنتيجين على اسمه، أي أنتيجين، وعنده اتش أنتيجين. زين، نجي للإنسان اللي عنده جروب بي، ايش عنده؟ طبعا الطلاب هذا انا بعدني ما شارحه هذا السلايد، بس هاي في مراجعه لكم على الاي بي او والار اتش جروب، نريد نعرف احنا الجروب منين جايه، يعني فد شورت يعني ريفيجن للموضوع اللي اخذناه، تمام؟ فالانسان اللي عنده جروب بي هو يحتوي على بي ويحتوي على اتش انتيجين. بعد من عندنا؟ عندنا الانسان اللي يحتوي على فصيله اي بي، ايش عنده؟ عنده اي انتيجين وبي انتيجين وعنده اتش انتيجين. بينما الاو هو من اسمه او اقرع، البلد جروب او هو اقرع، وبالتالي بما انه هو اقرع فهو ما يحتوي على اي يعني لا اي انتيجين ولا بي انتيجين، يحتوي لي فقط على الاتش انتيجين، تمام؟ هسه اليوم من اني ذكرت لك بداية المحاضرة وقلنا انه اني اكو مانديتوري تيست لازم اسويها حتى انه اني للدونيتد بلاد قبل ما انقله للانسان البيشنت واللي هو المستقبل، اكو تحاليل اني لازم اسويها لهذا المريض. شنو هي هاي التحاليل اللي هسه اني لازم اسويها لهذا المريض؟ وحدة من عندها السيرولوجيكال تيست واللي هي قلناها هاي، وأول وحدة النقطة أي من السيرولوجيكال تكنيك هي الـ ABO والـ RH. فطلاب كروتين لـ ABO and RH group are done، إحنا يعني لازم نسوي الـ ABO والـ RH. يقول لك why، لماذا إحنا نسوي the blood grouping is done، why، ليش؟ أول شيء importance of ABO grouping، أول شيء إحنا مهم نعرف إنه هذا الشخص يا بلد جروب، لأن إحنا من عرفنا البلد جروب مالته راح نعرف بالسيرم مالته شنو أكو أنتيبوديز. فهنا أنا شو موضح لك؟ موضح لك لأن consistent presence of hemolytic naturally occurring reciprocal antibodies in the plasma of all individual lacking the corresponding antigen or red cell. شنو معناه هذا طلاب؟ معناه انه احنا كل شخص حتى اللي عنده naturally occurring antibody اللي اعطيتكم مثال عليها من هي اللي هي الانتي اي والانتي بي،
هي هم تعتبر هيموليتك، وهم ممكن هاي الانتيبوديز تروح تشلب بصفحة الخلية الحمراء وتسوي لي هيموليسيس. شلون اذا اني نقلت دم مو نفس فصيلة هذا الشخص او ماكو ما تشبهه؟ مثلا ابو جروب اي نقلت له دم من بي، شلون؟ مو مثلا ابو، مثلا هسه اني مثلا اعطيكم مثال علي، اني خلينا نقول اني هسه فصيلتي جروب بي، يصير اني استقبل دم من جروب اي؟ طبعا ما يصير. ليش؟ لان مدام اني جروب بي فاني السيرم ماتي شنو؟ السيرم ماتي شبي؟ بي انتي اي، الانتيبودي اللي موجود بجسمي هو انتي اي. بسطح الخلية الحمراء ماتي شنو اكو؟ اكو انتيجين بي، ولذلك طلعت البلد جروب ماتي بي. فاني من اجي انقل للانسان هذا الشخص جروب اي، هو شنو عنده جروب اي؟ عنده شنو؟ انتي بي انتيبودي. وبالتالي الانساني عندي يعني الانتيجين على سطح الخليه الحمراء ماتي هو بي انتيجين، وبالتالي شنو سويت؟ خليت هذا الانتيبودي انتي بي اجى التصق بالانتيجين ماتي اللي هو بي على سطح الخليه الحمراء، وسوى لي هيموليسيس للخلايا الحمراء ماتي، وما استفاديت لا من الدم اللي اني نقلته وجمعته. وتذكرون المحاضرات السابقه اللي شرحناها ايش قد احتاجينا وقت حتى نلقى دونر صحيح وحتى نتبرع بالدم بطريقه صحيحه، زين؟ وبالتالي انا عرضت البيشنت الى خطر الهيموليسيس والهيموليتيك رياكشن واحتمال حتى يديت حتى يموت، تمام؟ فاذا اني وحده من الاسباب اللي اني لازم لازم وغصبا علي اسوي تحليل الاي بي او والار اتش هو على مود اني اعرف هذا الشخص شنو البلد جروب مالته وشنو الار اتش. يعني هذا البلد جروب يا هو زين بلد جروب اي لو بي لو اي بي لو لو او، حتى اني من انقل الدم اتاكد يابا انه ترى اني انقل دم مناسب لهذا الشخص، لانه ترى هماتين حتى الانتيبودي اللي هي أنا أقول عليها ناتشرالي أكيرنج واللي هي نعتبرها يعني موجودة هي بجسمنا والجسم يصنعها، هي هم تبقى هيموليتك وهم تبقى هي أنتيبوديز أجسام مضادة، ممكن هي تهاجم الأنتيجينات اللي تشبهها، زين؟ وتسوي لي هيموليسيس. ولذلك أنا لازم أعرف هذا الإنسان فصيلته، يعني أرجع وأقول لكم ترى رب العالمين من خلالنا ذني الأنتيبوديات مصنعة بجسمنا، ترى هو لأنه على سطح الخلية الحمراء مالتنا أكو أنتيجين عكسها، يعني مو نفسها، لأنه لو أكو نفسها كان أكلت الخلية نفسها وبالتالي سووا لي هيموليسيس وتكسر للخلية الحمراء. ثاني سبب أريد أعرف انه اني اسوي الاي بي او والار اتش هو حتى اعرف يعني البلد جروب. اول شيء هنا أنا قلنا البلد جروب اريد نعرف هذا الشخص يا بلد جروب، ثاني شيء اريد اعرف هذا الشخص يا شيء يسموه يعني ار اتش نيجاتيف هو ار اتش بوزيتيف، يعني واحنا قلنا طلاب احنا نقول على هذا الشخص هو البلد جروب مالته يعني اي بوزيتيف لو اي نيجاتيف لو لو او بوزيتيف لو او نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف معناه عنده دي انتيجين، وهذا الدي انتيجين وين موجود؟ موجود على سطح الخليه الحمراء، ومعناه هو شنو عنده؟ يا جين ار اتش دي جين، زين؟ هم راجعوا المحاضره السابقه. وهذا الار اتش دي انتيجين هو يعتبر كلش يعني يخوف، لانه هذا الانتيجين ممكن يحفز لي انتيبوديات ضده اللي هي شو يسموها انتي دي، زين؟ واللي تذكرون الفرق بين الناتشرالي اوكيرنج انتيبودي والاميون انتيبودي، قلنا الاميون انتيبودي مثال عليه من هو الانتي دي، واللي قلنا الانتي دي هو كلش نخاف منه لان هو نعتبره اميون. طبعا يعني شنو اميون؟ اميون معناه انه اني جسم ماتي دخليه فد كائن غريب انتيجين غريب، وبالتالي الجسم كون اجسام مضاده ضد هذا الجسم الغريب. بالنسبه انه ك يعني انتيجين وين موجوده الانتيجينات؟ موجوده على سطح الخليه الحمراء والانتيبوديات بالسيرم. فبالتالي
من اني يعني كان عندي سابقا اخذت دم مو مطابق، او مثلا كان هيستوري اكو اوف بريجننسي وهم ماتين اكو فد عدم تطابق بالدم، وبالنتيجه صار عندي فد فورن انتيجين دخلي للجسم، خلى الجسم ماتي اللي هو ار اتش دي انتيجين، خلى الجسم ماتي يسوي انتيجي واللي هو هايلي اميونوجينيك واللي هو يسبب لي تكسر للخلايا الحمراء، بس هو اعتبره اميون انتيبودي. ثاني اهميه للاي بي او والار اتش 1 اريد اعرف هذا الشخص بوزيتيف لو نيجاتيف، لان هم على مود ارجع احمي الجسم واحمي الانسان البيشنت اللي اني اريد انقل له الدم من التكسر والهيموليتيك رياكشن، وان شاء الله راح نجي ذني الكومبليكيشن بمحاضره خاصه. ثالث سبب حتى اني اعرف انه هذا الشخص اتاكد انه ما بي شيء وسليم، انه اني هذا ليش بعد ارد اسوي له الار اتش دي، يعني ليش ارد اعرفه هو بوزيتيف لو نيجاتيف، لانه مثل ما قلنا انه هو الانتي جي ممكن تتكون لي ضد هذني الانتيجينات اللي هي مناعيه كلش مناعيه واللي اني اخاف من عندها، ممكن تتكون لي انتي بوديات واللي هي تكون اميون، هي هاي اللي حكينا عليها الانتي جي اللي هي كلش اميون، الاميون انتي جي اللي هو اي جي جي كان كوز هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اند هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. ليش طلاب؟ لان الاي جي جي خصوصا يسوي لي هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. ليش؟ لان هو الوحيد اللي يقدر يسوي كروس للبلاسنتا، بينما هذا الاي بي او اللي قلنا عندنا انه الانتيبوديات مال الاي بي او سيستم الجروبنج هي صح انه ممكن تكون هيموليتيك وهاي، بس هي الريسك مال انه تسوي لي هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن يعني ما موجود. ليش؟ لانه هي اصلا ما تعبر البلاسنتا، تمام؟ الا في حال انه كانت تحتوي لي على يعني فد كميه كلش ضئيله من الاي جي جي، وهاي بحث اخر موضوع ثاني، فاحنا يعني هسه مو بصدده، بس هي عاده مو اميونوجينيك، هي مو اميونوجينيك يعني هي بس نوعها الكلاس مالتها نوعها الانتيبوديات الطبيعيه هي اميونوجلوبولين ام، الاميونوجلوبولين ام ما يعبر البلاسنتا وبالتالي ماكو ريسك اوف هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، بينما الانتي جي انا اخاف منه لان خاف يعبر لي البلاسنتا ويحطم لي الخلايا الحمراء مال الطفل حديث الولاده، وبالتالي ممكن يسوي لي اما يعني فقر يعني جوندس ابو صفار وما اقدر اعالجه، ممكن يعني هواي هواي يسوي لي مشاكل في غنى عنها اني، تمام؟ نكمل محاضرتنا طلاب. بعد احنا شنو انا قلت لكم؟ انه احنا اليوم المين يعني كونسنتريشن مال ليكتشر مالتنا هي على الاي بي او والار اتش. زين انا هسه خبصتكم على الاي بي او والار اتش، غير اكو في الطرق على مود اني اسوي هذا يعني الرايت اي بي او اطلع الفصيله مال الدم بطريقه صحيحه. فشوفوا طلاب انا هنا ايش ذاكره ميثودز طرق for blood grouping، ما ذكرت ال RH لان ال RH ان شاء الله راح نجي، شوفوا راح نجي ان شاء الله بنهاية الليكتشر، العفو راح تشوفون هذه ال RH group ال RH D grouping، يعني راح نجي يعني ذني الطرق اللي راح اذكر لكم اياهن ترى ذني خاصات بس بال blood group. بذني الطرق اني اريد اعرف هذا الشخص شنو فصيلة دمه، فصيلة دمه اللي هن اربع انواع، يا اما اي يا اما بي يا اما اي بي يا اما او، انا اريد اعرف هذا الشخص شنو فصيلة دمه فاسوي له هذن الطرق اللي راح اني اتكلم عنهن. شافوا انه اكو خمس طرق اقدر يعني هن فعالة حتى اسوي اعرف فصيلة الدم هذا الشخص، وهن ذني كليتهن يعني خش يعني طرق، تمام؟ بس احنا اللي متداول عندنا واللي دائما نسوي هن اول اثنين، ولذلك راح اني اركز لك على اول اثنين، اشرح لك بعد على الثلاثه والاربعه، الخمسه اريدك تعرف بس اسمها لانه يعني كافي عليكم هذني المعلومات اللي راح نذكرها، تمام؟ اذا اكو خمس طرق
خمس طرق، اذا اقول لك عدد الخمس طرق على مود اني اعرف هذا الشخص شنو البلد جروب مالته، راح انتو تعددوا لي هذني الخمس طرق اللي اني راح اذكر لكم اياهن. تمام، اول طريقتين كلش مهمه وراح نختارها نحكيها بالتفصيل، ثاني طريقتين كذلك مهمه بس راح نحكيها يعني بريفلي، يعني بشيء مختصر انه هي شنيه بس يعني حتى تفهمون شنو ذني. الثالثه بعد اني ما راح احكي لك عليها لان هي مفصله وطويله ويعني ما لها داعي انه تحفظوها زين، فبس اريدك تعرف لي اسمها. اول شيء اني اريد اسويه هو السلايد تيست. السلايد تيست اللي هي فورورد جروبينج او سيل جروبينج، شنو معناه طلاب؟ السلايد تيست تتذكرون احنا كنا اكيد مسويها انتوا بالفسلجه بصف ثاني، اكيد مسويها يعني في المرحله من مراحل حياتكم، وهي انه انا اجيب ذني السلايدات اللي عندي اللي انا اقدر افحص بيهن العينات تحت المجهر. تمام، اجي اخلي يعني اخلي نقاط مال بلاد من شخص انا ما اعرف شنو فصيله دمه، واخلي وياها انتي بوديات اللي هي يسموها انتي سيره اللي هي تذكرون كان الوانهن الازرق والاصفر والابيض، وان شاء الله ذني التحاليل اكيد راح تسوونهم انتو بالمختبر. تمام، فراح نحط فوقاهن انتي بوديات وراح نراقب انه وين صار التخثر والتجلط اللي هو يسموه الاجلوتينيشن، الكلامب يعني الكلامب هو نفسه اجلوتينيشن، الكلامب هذا يعني هذا خاف يجيكم هذا المصطلح، هذا الكلامب يعني يصير رياكشن يعني اكو الخلايا يعني تشوفون على السلايد يصير يعني اكو تحبب. تمام، واجلوتينيشن تجمع يعني للعينه. فراح نشوف انه بالسلايد تيست احنا الغايه نريد نكتشف الانتيجين على سطح الخليه الحمراء، الانتيجين على سطح الخليه الحمراء السلايد تيست. اوكي، هنا الريد من اسمها فورورد اذا مباشره، او سيل جروب اذا اني راح اجيب هذا البيشنت واخذ الخلايا الحمراء مالته وارد اشوف على الخلايا الحمراء مالته شكو انتيجينات، اذا شنو اسمها هاي الطريقه؟ اسمها سيل جروب. تمام، اثنين التيوب ميثود، اذا هاي السلايد ميثود يسموها الفورورد المباشره او السيل جروبينج. يعني ليش اسميها سيل جروبينج؟ لان هي من اسمها فورورد، يعني انا الغايه هنا جاي اريد اجيب خليه حمراء وارد اشوف على سطح الخليه الحمراء شنو اكو من انتيجينات، وبالتالي الانتيجينات اللي موجوده هي تشمل لي الجروب اللي راح يطلع لي. يعني طلع لي انتيجين اي اذا هذا الشخص جروب اي، طلع لي انتيجين بي هذا الشخص جروب بي، طلع لي انتيجين اي يو بي هذا الشخص اي بي، ما طلع لي انتيجين معناه هذا الشخص او. زين، ثاني شغله اني اريد ثاني يعني ميثود طريقه اريد اسويها فور بلاد جروبينج هي التيوب ميثود. اوكي، والتيوب ميثود اسمها فورورد اند ريفرس. الفورورد فهي اكزاكتلي تشبه السلايد تيست، بس هنا يعني الطريقه انه اني استخدم تيوب، وبالتالي بالطريقه الاولى انا شو احتاج؟ احتاج سلايد واحد، لان هو سلايد واحد راح اخلي لي ثلاث قطرات مال دم واخلي فوقاهن انتي بوديات، بينما بالتيوب انا ما اقدر اخلي كل القطرات مال الدم وكل الانتي بوديز بتيوب واحد واكشف عنهم، لازم ثلاث تيوبات، لان ذني الثلاث تيوبات راح كل تيوب يمثل لي شلون مقابل قطره موجوده على السلايد. تمام، فاخلي همات يعني قطره مال دم من الشخص وانتي اي من الشخص هاي بتيوب، وتيوب ثاني هم كذلك قطره من الدم مال الشخص وانتي بودي ثاني، والتيوب الثالث كذلك قطره من الشخص وانتي بودي ثالث واكشف عنهم. تمام، هاي لازم تاخذوها بالعملي اكثر، وان شاء الله احنا هم راح نشرحها هنا حتى تكون بالنسبة لكم أوضح، ويا ريت تشوفون فيديوهات على اليوتيوب عن الموضوع حتى تتوضح لك يعني العملية بطريقة أسهل. أوكي، هسا بالنسبة للسلايد، هاي السلايد بالنسبة للتيوب فهي التيوب
التيوب ميثود، يعني طريقة الكشف عن يعني فصائل الدم باستخدام التيوب اللي هو كان تيوب اسمه، فتيوب زجاجي هو مخصص يعني لتحليل فصيلة الدم. وهذا التيوب اما اللي يكون تكون هاي التجربة اللي هي اما فورورد عن الغاية اكشف على الانتيجينات على سطح الخلية الحمراء، بينما الريفيرس جروب عن الغاية هذا الشخص نفسه اللي جبت الخلايا الحمراء مالته وشفت شنو على سطحها من انتيجينز، اني اريد اشوف السيرم مالته شنو يحتوي على اجسام مضاده. اذا بالعمليه الاولى اني احتاجيت الخلايا مالته الحمراء، واني جبت اجسام مضاده مصنعه اللي هي الانتي اي والانتي بي والانتي دي، واستخدمتها وكشفت عنه عن الفصيله. بينما ابو الريفيرز جروبينج هنا اني عندي السيرم مالته وعندي سطح الخليه، اذا هاني همتين احتاج انه اكو رياكشن بالموضوع. فالرياكشن شلون راح اسوي؟ انه اولا اني عندي هذا الشخص عندي الـ يعني الانتي بودي مالته، اخذ من عنده السيرم مالته بي انتي بوديز. اذا ايش باقي لي انا؟ ايش محتاجه؟ محتاجه خلايا حمراء. الخلايا الحمراء اما اني اصنعها بالمختبر او انه اني اطلبها جاهز يعني من المستلزمات مال المختبر، مثل ما اني بالعمليه الاولى الفورورد اني احتاجيت انتي بوديز مثال عليها الانتي اي والانتي بي والانتي دي اللي هذني الالوان هن اصفر وازرق وابيض. هنا اني اصلا عندي الانتي بوديز لانه من اسمها ريفيرس عكسيه، يعني اني اريد اكشف على انواع الانتي بوديز بداخل يعني هذا الشخص اللي راح يعني يستقبل الدم. تمام. وبالتالي اني اذا عندي الانتي بوديات، اذا ايش باقي لي؟ اني احتاج الخلايا الحمر. الخلايا الحمر منين اجيبها؟ اما اصنعها بالمختبر او انه اني اشتريها من السبلاير، يعني من الادوات المختبريه واللي هم اهل يعني يسموها الاي سيل والبي سيل والاو سيل. ثالث طريقه حتى اشوف البلود جروبينج هي المايكرو بليت ميثود، وهاي راح نجي بسلايد نشرحها يعني بشورت نوت. واكو في الطريقه يسموها جيل تكنولوجي او كولومن اجلوتينيشن، واخر تيست اللي هي سوليد فيس ادهيرنس تكنولوجي. طلاب كلش مهم ذني التحاليل، حفظوا اساميهن وركزوا لي على اول تحليل وثاني تحليل. تمام. بالنسبة لنا كسلايد تيست اللي هي يسموها مثل ما قلت لكم قبل شوية يسموها فورورد، اذا هي مباشرة. بما انه هي مباشرة، اذا اني الغاية ما اكشف على الانتيجينز على سطح الخلية الحمراء، ولذلك هم سموها لو فورورد. لو سموها الاسم الثاني سيل جروب، لأنه أنا هنا أنا أريد الخلية الحمراء حتى أكتشف على سطحها شنو أكو. أوكي. زين، المبدأ مال يعني هذا التيست إنه red cells from the specimen، يعني الخلية الحمراء أو يعني الشخص الدم اللي أنا ماخذته من الشخص اللي أنا أريد أكتشف فصيلته، are tested، إنه هذا الدم راح نكتشفه أو اللي هي هاي الخلية الحمراء راح أنا أختبرها for a or and or b antigen، يعني ولذلك سميتها forward or cell grouping. اذا هنا الشغل وين؟ على سطح الخلية الحمراء، ابدا اشوف شنو تحمل لي من انتيجينات على سطحها. فهنا راح استخدم انتي سيرا، يعني في الاجسام المضادة اللي مثال عليها منه الانتي اي والانتي بي. اذا هنا بهذا التيست اني راح اخذ الخلية الحمراء من الشخص اللي اني ما اعرف فصيلة دمه، واخبط الدم مالته ويا اجسام مضاده يسموها انتي سيره، ومثال عليها منو؟ الانتي اي والانتي بي. اجلوتينيشن، في حال صار عندنا اجلوتينيشن يعني تجلط او تخثر اوف ريد سيل انديكيتد بريسنس اوف كورسبوندينج انتيجين اون ريد سيل، يعني مثلا اني واحد ما اعرف شنو دمه، يعني اخذت نقطه مع دم من عنده واستخدمت الانتي اي وياه، يعني ضفت الانتي اي وصار تخثر، معناه هذا الشخص شنو عنده؟ معناه عنده انتيجين اي، وبالتالي هو جروب اي. ليش؟ لانه معناه هذا الانتي اي ارتبط لي بالانتيجين اي وسوى لي عمليه تخثر. اوكي.
وبالتالي أني أنطاني عرفت إنه ترى هذا الشخص هو عنده جروب A، بينما الجروب B أني مثلا آخذ قطرة دم وحقلها أنتي بي العفو، وهماتي صار تخثر، هذا معناه الشخص جروب B. أخذت يعني قطرة دم من شخص وضفت لها انتي اي وانتي بي، واثنيناتهم شفت يعني قطرة مادة دم، حطيت قطرة مادة دم من المريض وحطيت فوقها انتي اي، وبصفها قطرة ثانية مادة دم وحطيت عليها انتي بي. زين، الاولى انتي اي والثانية انتي بي، اثنينهن شفت صار اجلوتينيشن يعني تخثر، يعني ارتبط الانتيجين بالانتيبودي وسوالي تفاعل. هنا شو اقول؟ هذا الشخص شنو عنده؟ عنده هو بلد جروب اي بي. بينما اذا كان حطيت قطرة هنا وحطيت انتي اي وهنا قطرة بصفها وانتي بي وشهادة التفاعل وما صار عندي تفاعل، هاي معناه الشخص هو جروب O. حتى اني اسوي هذا التحليل اني لازم عندي عينة مال دم، فالعينة مال الدم اما اني اجيبها من اني اشك اصبعي فيسموها الفينجر بريك، او انه اللي هو الكابيلاري، هذا بلادي يعتبر مو فيناس يعني دم شعيري مو دم وريدي، او انه اني اسحب دم وريدي بالاي دي تي اي. واني افضل من يسوون هذني التحاليل تسحبون اي دي تي اي بلاد وتخلوه بتيوب وكلكم انتو يعني بالمختبر يعني تشتغلون على الموضوع طلاب. فان شاء الله لهنا صار عندكم واضح يعني انه البرنسبل مال هذه يعني اول ميثود لحتى نسوي الاي بي او جروبينج. مثل ما قلت لكم ذني الخمس طرق هي للاي بي او جروبينج، لان راح نجي بالاخير نتحدث عن الار اتش جروبينج. تمام، فعندنا البرنسبل مال التجربه والسبيسيمين يعني شنو يعني شنو نحتاج السامبل حتى نسوي هاي التجربه. طلاب هذا الحكي هنا يحكي لي عن هم بعدنا احنا على السلايد تيست. السلايد تيست اللي هي اسمها الفورورد جروبينج اور سيل جروبينج، اللي هي يعني شنو اني اتحدث عن شنو؟ اتحدث عن الفورورد جروبينج اور سيل جروبينج، يعني اني دا اسوي تجربه حتى اشوف شنو اكو على سطح الكريه الحمراء من انتيجين، يعني من زين، وشنو اكو بالسيرم من اجسام مضاده هاي بالريفرس جروبينج، اللي هاي وين اسويها؟ باليوتيوب ميثود، يعني مو بالسلايد ميثود. السلايد ميثود ما تسوي لي غير بس تكتشف لي شنو اكو على سطح الخليه الحمراء من انتيجين. وبالتالي مثلا انسان عنده انتيجين A معناه هذا جروب A، عنده انتيجين B معناه هذا جروب B، عنده انتيجين A و B معناه هذا جروب A B، ما عنده ولا انتيجين معناه هذا جروب O. زين بالنسبة حتى أني أكتشف الانتيجينات الموجودة على سطح الخلية الحمراء، أني لازم شنو أسوي؟ لازم عندي أنتي سيرة. تمام؟ لازم أني عندي أنتي سيرة. زين، الأنتي سيرة يعني شنو؟ يعني الأنتي بوديز اللي هي الأنتي أي والأنتي بي والأنتي دي، حتى أني أكتشف شنو اللي موجود حتى يعني يصير تفاعل. يعني أني عندي أنتي بودي وأكو على سطح الخلية الحمراء أنتيجين، فأني أحتاج هذا الأنتي بودي حتى يتشلب بهذا الأنتيجين المعين حتى يكتشف لي انه هذا الانسان عنده يا بلاد جروب، يا نوع من البلاد جروب. تمام، فبالنسبه للانتي سيره ار يوز تو ديتكت الانتيجين اون ريد سيل، اذا احنا نستخدم الاجسام المضاده على منتج تشلب لنا على سطح الخليه الحمراء، وبالتالي تعرف ان هذا الانسان عنده يا يعني عنده يا انتي سيره. تمام، العفو، يا انتيجين على سطح الخليه الحمراء. قبل كانوا يستخدمون البوليكلونال NTA وNTB وNTAB سيرة obtained from human were used for cell grouping. قبل كانوا يستخدمون البوليكلونال NTA وNTB وNTAB وNTD حتى. البوليكلونال أنتي سيرة شنو هي؟ يعني هذا شلون يعني يعطيك فد شوية تعريف عنها؟ contains many different antibodies directed against different epitopes of antigen and are produced by different clones of plasma cell. إذا من اسمها poly يعني متعدد، clone of antisera يعني شنو؟ أجسام مضادة تكون هي هواية عددها مختلفة، يعني antibodies أجسام مضادة مختلفة هواية.
هاي الأجسام المضادة المختلفة لهواية راح تواجه وتكون ضد شنو؟ ضد الأنتيجينز اللي هن موجودات على سطح الخلية الحمراء، واللي هن أجينس شنو ديفرنت، يعني عدد هواية ومختلف من الأنتيجينز. وطبعا هن ذني الأنتيبوديات ما يطلعن من يعني كلون واحد من بلازما سيل، وإنما يطلعن من كلونات متعددة من بلازما سيل. فمعناه هنا ما راح يكون البوليكلونال انتي سيرا، يعني الانتي بودي راح يكون مو سبيسيفيك، يعني مو دقيق. فذيس ناو هاف بين ريبليسد باي انتي بي وانتي اي اللي هي مونوكلونال. شوفوا مونوكلونال يعني احادي، انتي سيرا مونوكلونال انتي سيرا. شلون المونوكلونال؟ هذا طبعا تعريف البوليكلونال انتي سيرا، ممكن يجيكم صح وغلط ام سي كيو. زين تعريف المونوكلونال انتي سيرا تحتوي كونتينز specific antibody. شوفوا طلاب specific يعني مو مثل هنا different antibodies against a specific antigen epitopes، بينما هنا شنو against different epitopes of antigen. وهنا produced by many different clones of plasma cell، بينما هاي is produced by a single clone of a plasma cell. البوليكلونال انتي سيرا are obtained from a human donor immunized with soluble antigen. شلون تطلع البوليكلونال انتي سيرا؟ هاي البوليكلونال اللي هي مو سبيسيفيك، اللي هي هسه حاليا يعني ما يفضلوها، يفضلون المونوكلونال. زين المونوكلونال انتي بودي شافوا ان المونوكلونال انتي سيرا هي شنو؟ انه سبيسيفيك antibody against specific antigen produced by a single clone of plasma cell، يعني تصنع من كلون معين من البلازما سيل. البوليكلونال اللي هي هاي اللي different يعني متعددة، شافوها تصنع منين؟ تصنع من الهيومن. is produced البوليكلونال انتي سيرا ار اوبتيند، تحصلها من الهيومن دونر اميونايزد محصنه وذ سوليبل انتيجين. بينما المونوكلونال انتي بودي احصلها في التكنيك يسموها هيبريدوما تكنولوجي، وهسه اشرح لكم شنو هاي معناها. معناها انه اكو سبيسيفيك انتي بودي برودوسد باي ماوس بي لمفوسايت فروم اميونايزد مايس ار ارتفيشال فيوزد وذ ماوس مايلوما سيل which are able to grow indefinitely in culture. The resulting hybrid cell called hybridoma is cloned and cultured to get large amount of monoclonal antibody. شراح يصير بها is cloned okay and cultured then to get large amount of monoclonal antibody. إذن شنو أنا عندي؟ عندي بوليكلونال أنتي سيرا ومونوكلونال أنتي سيرا. صار البوليكلونال أنتي سيرا منين يصنع؟ يصنع من الهيومن بعد ما صار لإميونايزد تحصن with soluble antigen. بينما المونوكلونال أنتي بودي منين يطلع لي؟ يطلع لي من هو شنو specific antibody producing mouse B lymphocyte. هو شنو specific antibody producing mouse B lymphocyte؟ يعني الماوس الفأرة عندها فتخلية يسموها B lymphocyte. هاي B lymphocyte يطلع لنا specific antibody، يعني antibody اللي هي يكون يعني specific يعني محدد، تمام. وهذا ال specific antibody راح يندمج ويا من؟ ويا الماوس مايلوما سيل، اوكي. والنتيجه راح يعني ينمون جرو انديفينيتلي ان كلتشر، والنتيجه راح يطلع لنا هي هاي الهبريد سيل اللي تطلع لنا لارج اماونت اوف مونوكلونال انتي بودي. بعد شنو فوائد المونوكلونال انتي سيرا؟ اول شيء هو يكون سبيسيفيك مثل ما قلت لكم، يعني عندنا سبيسيفيك انتي بودي يعني دايركتد اجينست سبيسيفيك انتيجين، وتصنع من سبيسيفيك ومونوكلونال يعني سنجل كلون اوف بلازما سيل، تمام. عكس ذاك البوليكلونال اللي يكون متعدد بكل شيء. طبعا هي سنسيتيف تكنيك سبيسيفيك تكنيك حتى تقدر يعني تكتشف الويك انتيجين، يعني الانتيجينات اللي هي ويك ضعيفه. الانتي اي is color coded blue and the NTB is color coded yellow. ال NTA شافوه شلون لونه؟ blue. انتو هسه هذا شوفوه بالعملي، وال B حددوه انه لونه يكون
يلو. الانتي سيره هن ذني الانتي بوديات الانتي اي والانتي بي طبعا يضيفونها مواد حافظه تحتوي كونتين بريزرفاتيف تحتوي على مواد حافظه منها من هاي المواد الحافظه هي 1% صوديوم ازايت اللي هو تو بريفنت الجروث اوف بكتيريا. لما اقول لك اني شنو فوائد المواد الحافظه بداخل هاي الانتي سيره راح تقول لي هي على مود اني بريفنت الجروث اوف بكتيريا النمو مال البكتيريا. وطبعا هي تنخزن بدرجة حرارة 2 إلى 8 هاي مو 8 2 إلى 8 سنتيغريد اوكي درجة سيليزية. المونوكلونال انتي سيرا بعد شنو فوائدها انه هي تكون free from infection طبعا ما بيها infection like الاتش اي في الهباتيتس بي الهباتيتس سي لان هي طالعة من الفار بينما عكس الهيومن اللي هي البوليكلونال اللي هي اكو ريسك مال ذني الانفكشن اللي استونا ذكرناها. لهنا ان شاء الله يكون الموضوع فاهمين. فطلاب اذا هسه اني اسوي لكم فد مقارنه بسيطه بين بوليكلونال انتي بودي ومونوكلونال انتي بودي لان هذا اسالك عليه اني. البوليكلونال انتي بودي اني يعني بيها هو يعني يكون مو سبيسيفيك نوت سبيسيفيك انتي بودي. وليش؟ لانه اني هنا ماني ديفرنت انتي بوديز دايركتد اجينست ديفرنت ايبيتوبس اوف انتيجين and are produced by different clones of plasma cell. Okay, different clones of plasma cell. بينما المونوكلونال انتي سيرم تكون specific antibody و sensitive technique و avid يعني كلش زينة زين وحتى تقدر تكتشف لي الويك انتيجين. يعني من اقول لك يا انتي سيرا better to detect الويك انتيجين البوليكلونال لو المونوكلونال تقول لي المونوكلونال انتي سيرا تمام. اذا المونوكلونال انتي سيرا حتى تفيدني انه تكتشف لي الويك انتيجين لان اصلا هي تصنع من تكون سبيسيفيك انتي بودي دايركتد اجينست نوع معين من الانتيجين وبروديوست باي ماني ديفرنت ومو باي ماني وانما باي سنجل كلون اوف بلازما سيل تمام. البوليكلونال تصنع بالهيومن بينما المونوكلونال تصنع بالماوس عن طريق الماوس بي لمفوسايت تندمج ويا الماوس مايلوما سيل وتطلع لنا خليه يسموها هيبريد سيل اللي يطلع لنا لارج اماونت اوف مونوكلونال انتي بودي. شوفوا مونوكلونال بعد البوليكلونال اكو ريسك مال انفكشن اللي هو الاتش اي في الهباتيتس بي الهباتيتس سي بينما المونوكلونال انتي بودي هذا الريسك مال الانفكشن احنا خلصانين من عنده. السلايد تيست اللي احنا بعدنا اللي هو التيست اللي قلنا البرنسبل مالته انه اني اكتشف الانتيجينز على سطح الخليه الحمراء يا نوع من انتيجينز على سطح الخليه الحمراء وبالتالي من اني اكتشفت يا انتيجين على سطح الخليه الحمراء اني احتاج انتي سيرا يعني احتاج انتي بوديز حتى تشلب لي بهذا الانتيجين وتسوي لي تفاعل واني اكتشف هذا الشخص عنده يا انتيجين على سطح الخليه الحمراء. فهنا راح يحكي لك عن الميثود الطريقه اللي هاي اكثر شيء عملي يعني لازم تشوفوها انه انت تحتاج ديفايد كلين اند دراي جلاس سلايد تحتاج ذني السلايد اللي احنا نسوي بيهن صوره مال دم ونقسمه الى 2 سكشن او 3 سكشن حسب ونضيف نحط انتي اي وانتي بي تمام. نحط اول شيء الانتي سيرا ونيجي فوق الانتي سيرا نحط بلاد سامبل على كل وحده من الانتي سيرا بنفس الكميه. حطينا قطره انتي اي وبصفها قطره انتي بي نحط فوقها قطره دم وبصفها قطره دم. بعدين شو نسوي؟ نسوي ميكس الانتي سيرا عند البلاد نمزجه هذا الانتي سيرا والبلاد عن طريق شلون نمزجه؟ نمزجه عن طريق وود ستيك اللي هي شنو هي هذني الاعواد الخشبيه اوكي. وراها شو نسوي؟ نحرك السلايد يمنى ويسرى يمنى ويسرى. ليش؟ على مود نشوف نتاكد انه هذا يعني ما بي شيء يعني نتاكد انه صار تفاعل لو لا. اكو اجلوتينيشن يعني تفاعل يعني صار تحبب
تمام؟ لأن إذا ما صار تحبب وبقى الدم صافي معناه هذا يعني مو يعني ماكو أنتيجين على بهذا المكان، تمام؟ وطبعا لازم ننتظر أقل شيء يعني 2 مينت، أقل شيء 2 مينت وأكثر، تمام؟ should not be less than 2 minutes. ليش لما أسألك؟ to avoid the missing of weak antigen، لأن مرات أكو أنتيجينات ضعيفة تحتاج لها شوية وقت على مود يطلع الرياكشن. فبهاي الطريقة أنا لازم أحتاج إنه أخلي يعني التايم مالتي شوية وقت اكثر، اوكي؟ فاذا كان بوزيتيف رياكشن معناه اكو كلامس، اكو يعني هاي شوفوا هسه ارويكم هاي شلون التحبب اكو، شلون التجلط اكو اللي يسموها كلامس، شلون العقد، وهاي شوفوا هنا هم كلامس، بينما هنا اكو شيء ماكو كلير، بينما هناك شيء ماكو، شوفوا هذني التجلطات زين، هاي يسموها كلامس، واذا ماكو تفاعل يعني ماكو كلامس، معناه الار بي سي يعني ذايبه، تمام؟ حتى اني اسوي انتربريتيشن للريزلت، يعني شنو انتربريتيشن؟ يعني حتى افصل اقول انه هاي الريزلت شنو، يعني اقول انه هذا الانسان جروب A لو جروب B لو جروب A B لو جروب O، شحتاج انه هسه اني اشرح لكم اياه بهذا السلايد، تمام؟ طبعا اني هذا التيست ليش اسوي؟ يعني احنا كل تيست يعني إن غاية من عنده، يعني إحنا كل طريقة نريد نسويها كل تجربة، وهسه أنا حكينا وكوما وقلنا أنتي سيرة وبلاد ومعرف شنو هاي غير، يعني عندنا إن غاية من عندها زين. It is used المن as a preliminary grouping test ك يعني هو اختبار بدائي على مود قبل نتبرع بالدم، وليش على مود نعرف الفصيلة، يعني فالتيست سهل افيلبل موجود ونقدر نشتغل به. اثنين نستخدمه قبل مثلا بدني بال يعني مال حملات تبرع بالدم بالخيم باللاجئين وهذولي، يعني ما نريد نسوي لهم فد تيستات معقدة وما موجودة، فهذا التيست هو كلش سهل وافيلبل يمهم. وبعد بالإمرجنسي يعني لما تكون عندنا حالات طارئة، تمام؟ يعني لما يكون الشخص عنده حالة طارئة، اوكي؟ يعني اجاني حالة انسان حالة طارئة، يعني انا لازم بسرعة بسرعة اكتشف فصيلة الدم، لان لازم احضر له دم، لان خاف تصير عنده يعني مضاعفات بعملية او غير شيء، فيعني مو مال اسوي له يعني فصيلة الدم بغير طريقة تاخذ شوية من عندي وقت. اذا هذني يعني الاستخدامات مال هاي الطريقة. بعد شنو؟ الريزلت اوف سلايد تيست should always be confirmed by cell and serum grouping by tube method. يقول لك صح انه هي اني استخدمها لهذني، يعني مرات اني بالامرجنسي بحالة الطوارئ رأسا سويتها، بس اني هم وحتى حتى عن طريقة احضر دم ودم مطابق، بس مرات اني مو اني ما اعتمد عليها بس 100% هاي الطريقة، لازم اسوي الطريقة الثانية اللي يسموها التيوب ميثود واللي راح نشرحها بالسلايد الجاي، واللي هي التيوب ميثود قلنا بها طريقتين، بها طريقة تشبه هاي يسموها الفورورد جروبينج، واكو طريقة ثانية يسموها السيرم جروبينج، اللي هي السيرم جروبينج اني يعني اكتشف السيرم بال بالشسمة يعني بال 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 يعني بالسيرم شنو اكو انتي بوديز. اذا يعني النكست سلايد والنكست ميثود وراح نحكي على تيوب ميثود اللي بيها طريقتين، الفورورد بالضبط تشبه هاي اني يعني اكتشف الانتيجين على سطح الخلية الحمراء، وبها الريفرس جروبينج اللي اني بالعكس اكتشف الانتي بوديز بالسيرم مال البيشنت. لازم هاي الطريقة ما اعتمد عليها 100% حتى اتاكد من النتيجة، لازم اسوي الطريقة الثانية، بس يعني مبدئيا اذا واحد عندنا يعني هو يعتبر تيست بدائي بالحالات الطارئة بالتبرع بالدم بالخيام مال اللاجئين وهكذا. هاي امثله على انه شلون يعني اكيد انا متاكده انه انتم مسويها، بس هذاك الشرح مفصل عن يعني الموضوع. فمثلا خلينا نقول هسه هذا شوفوا اللون، قلت لكم الان تي اي يصير لونه ازرق، الان تي بي يصير لونه اصفر، والان تي اي بي يصير لونه، طبعا احنا ما نستخدم ان تي اي بي لان ماكو داعي، نقدر عن طريق هاي وهاي اذا صار اثنيناتهم بهن تفاعل نقول هذا الشخص هو يعني بلد جروب اي بي. هسه اقول لكم شلون، فاحنا عاده الابيض عندنا بالمختبرات هو الانتي دي،
اوكي، الانتي دي اللي هو يكشف لي عن شنو؟ يكشف لي عن الـ هذا الانسان الفصيله مالته هي بوزيتيف لو نيجاتيف. فاني ما راح احكيكم على الانتي دي لانه احنا قلنا هاي احنا دا نحكي هسه، وهاي التحاليل مالتنا هي عن الجروب، يعني عن الجروبات الاي والبي والاي بي والاو. احنا ما دا نحكي عن يعني هذا التيست بوزيتيف لو نيجاتيف. ان شاء الله من نوصل لنهايه السلايد نرجع نحتاج هذا السلايد مالتنا. فخلينا نشوف مثلا هذا الشخص حاطه استاني هنا انت يا سيرم اخذت من ذني، اخذت هذه انتي اي وضفت فوقها بلاد، واخذت انتي بي وضفت فوقها بلاد، واخذت انتي دي. هسه سهله ما يراد لها شيء، يعني حتى اذا احتاجينا نرجع لها بعدين. اخذت قطره، خلينا نقول انه هو هذا الانتي بي هو انتي دي، شلناه وحطيناه هنا. النتيجه شنو؟ شوفوا وين صار تفاعل اجلوتينيشن، اجلوتينيتد ار بي سي، يعني ار بي سي متجمعه متجلطه، صار بالاي وصار بالدي. اذا بالاي وبالدي معناه شخص اي بوزيتيف، بينما البي كل شيء ما صار الرياكشن، كل شيء ماكو كلير، لا اكو تحبب ولا تجلط. فاذا هذا الشخص هو فصيله دم اي بوزيتيف. اوكي، السلايد الثاني اللي هسه تشوفوه انتو عندكم هذا الاي وهذا البي خلينا نقول وهذا الدي. هنا بالعكس، هنا الاي ما صاير تفاعل، بينما البي اكو تفاعل والدي اكو تفاعل. اذا هذا الشخص هو بلد جروب بي موجب، بي موجب. زين، وان شاء الله هاي راح تاخذوه انتو بالعملي وتشرحوه بطريقه اوضح. هذا يعني هاي يسموها interpretation of cell grouping by slide test. يعني شنو؟ انه اني النتيجه شنو افسر هذا الانسان يا بلد جروب عنده اذا طلعت لي ذني النتائج. احنا مو قلنا نحتاج انتي اي وانتي بي؟ اذا احنا هنا عندنا انتي اي وانتي بي، وهنا عندنا دم، قطره دم. فاذا انا استخدمت قطره دم واستخدمت وياها انتي اي وصار عندي تفاعل اجلوتينيشن مثل هاي، اذا الانسان يا فصيله دم سميته جروب اي. ليش؟ يعني الجروب اي يحتوي على انتيجين اي على سطحه، وبما انه يحتوي على انتيجين اي على سطحه، من اني استخدم الانتي بودي انتي اي راح يتفاعل ويا هذا الانتيجين ويسوي لي تفاعل. فاذا لمن يصير تفاعل بالانتي اي معناه هذا الانسان هو جروب اي. استخدمت اني قطره دم وما صار لي تفاعل ويا الانتي اي، وانما صار لي تفاعل ويا الانتي بي، معناه شنو؟ هذا الشخص جروب بي، لان معناه اكو على سطح الخليه الحمراء مالته شنو؟ بي انتيجين. استخدمت قطرات مال دم اثنين وصار التفاعل بالاي والبي، الانتي اي والانتي بي، معناه هذا الشخص شنو؟ معناه جروب اي بي. ليش؟ لان يعني معناه عنده على سطحه انتيجين اي وانتيجين بي. لا والله، اثنين استخدمت يعني البلاد واستخدمت الانتي بودي اللي هي الانتي سيره، واثنيناتين لقيت يعني مثل هذا كل شيء ماكو، يعني ماكو رياكشن، اقول هذا الشخص او، لان بلاد جروب او شوفوا اقرع، ما عنده ولا انتيجين على سطح الخليه الحمراء مالته. تمام؟ زين، لهنا ان شاء الله يا ربي الموضوع يكون واضح بالنسبه لكم للسلايد تيست. ثاني تجربة أسويها حتى أعرف هذا الشخص يا بلد جروب، يعني هي الـ ABO بلد جروب مثل ما قلت لكم، فأني يحتاج أسوي لي في التيست شنو يسموه؟ تيوب ميثود. تيوب ميثود، وعندكم فد تيوب هو خاص نستخدمه لهذا التيست يسموه كان تيوب. انتم بالمختبر اسالوا يعني الاستاذ مالتكم على الكان تيوب، ويا ريت يسوي لكم هذه التجربه حتى توضح لكم اكثر، ويا ريت تشوفون فيديوهات زين باليوتيوب عليها على مود تكون واضحه بالنسبه لكم. شوفوا طلاب، باليوتيوب ميثود عندنا طريقتين، السيل جروبينج يعني شنو قصدي؟ انه اني اريد اشوف الخليه الحمراء شكو على سطحها، بينما الريفيرز جروبينج شو اريد اكتشف؟ اريد اكتشف بالسيرم شكو انتي بودي. تمام؟ اذا بالسيل جروبينج اني اريد اكتشف على سطح الخليه الحمراء شنو اكو، بينما بالسيرم شنو اكو؟ اريد اكتشف بالسيرم شكو انتي بودي. شوفوا مثل هاي، مثل يعني الفورورد، يعني هاي السيل جروبينج مال التيوب ميثود هي تشبه السلايد.
شوفوا السلايد، احنا مو قلنا هي اسميها فورورد جروبينج اور سيل جروبينج، يعني غايتي اكتشف شنو موجود على صفحة الخلية الحمراء من انتيجين. تمام، اذا التيوب ميثود اول قسم منها السيل جروبينج هي تشبه التجربة السابقة، بس بدل ما راح نستخدم سلايد راح نستخدم تيوب تيوبات. اذا انا ما راح اقدر اخلي كل القطرات مال الانتيبودي بتيوب واحد، لان ذاك السلايد هو سلايد واضح واقدر اخلي قطرات متعدده عليه وحده بصف الثانيه، بينما باليوتيوب انا ما اقدر استخدم يعني كل القطرات بتيوب واحد، شلون راح اكشف؟ وبالتالي انا اذا اريد اكشف فصائل الدم اني اختار تيوبين اللي هو الاي والبي. بالتيوب الاول اخلي قطره مال انتي اي، وبالتيوب الثاني اخلي قطره مال انتي بي، وبالتيوب الاول ارجع اخلي قطره مال دم، بالتيوب الثاني اخلي قطره مال دم، واظل الاحظ يعني التست اسوي له انكيوبيشن بالروم تمبرتشر. طبعا يعني يفضل الانكيوبيشن يعني مو 5 دقائق، يفضل انه يكون حتى ربع ساعه اوكي بالروم تمبرتشر، واشوف انه صار لي تجلط بالتيوب لو ما صار لي. وبعدها طبعا مو راسا اسوي سنترفيوج. ليش طلاب اسوي سنترفيوج؟ لان بهاي الحركه مال السنترفيوج لمده دقيقه ممكن يحرك لي الانتيبودي وتروح تشلب لي بسطح الخليه الحمراء ويسوي لي تفاعل واكتشف الشخص هذا يا بلد جروب. تمام، وبالتالي اظل اباوع طلعته من السنترفيوج التيوب واشوف صار تجلط بالاي هذا جروب اي، صار تجلط بالبي هذا جروب بي، صار تجلط باثنيناتين هذا اي بي، ما صار تجلط هذا او. اوكي، بينما القسم الثاني من هاي التيست اني ما اريد الخليه الحمراء مال المريض اللي انا اريد اكتشف فصيلته، اني اريد السيرم مال المريض، لان اريد اكتشف بالسيرم مال المريض شنو اكو اجسام مضاده. يعني اني بالقسم الاول من هاي التجربه اللي يشبه التجربه السابقه اني اكتشفت شنو؟ اكتشفت الخليه الحمراء شنو اكو على سطحها، بينما بالقسم الثاني من هاي التجربه اللي هو ما موجود اصلا بالتجربه السابقه اني الغايه ادور على الاجسام المضاده بالشخص بشخص المريض اللي هو اني دورت شنو اكو على سطح الخليه الحمراء مالته، فاريد اتاكد من التحليل مالتي. مثلا خلينا نقول اللي عنده اللي هو بلد جروب اي هو عنده انتيجين اي بس يا انتي بودي عنده انتي بي، اذا اني لازم من افحص السيرم مالته شنو القى؟ القى انتي بودي بالسيرم مالته عكس نوع الانتيجين، ولازم يكون عكس نوع الانتيجين، لان مثلا هسه اني قدامكم اني فصيله دمي بي على سطح الخليه الحمراء مالتي شنو اكو؟ اكو انتيجين اي، بينما بالسيرم مالتي شنو اكو؟ اكو انتي بي، لازم انتي بي خو ما يطلع انتي اي، لان اذا انتي اي راح تجي الانتي اي ترتبط ويا الاي انتيجين مالتي وتكسر لي الخلايا الحمراء مالتي. فرب العالمين ايش خلالي؟ وايش خلالنا؟ خلالنا اي بلد جروب عندنا لازم الانتيبودي اللي بجسمنا هو عكس الانتيجين حتى ما يصير تفاعل ويكسر لنا خلايانا الحمراء. فبما انه احنا اول قسم من هذه التيست هو على مود اكتشف على سطح الخليه الحمراء شنو اكو، القسم الثاني اني اكتشف شنو اكو بالسيرم من انتيبوديز. سيرم from the patient and reagent red cell، وطبعا اني اذا عندي سيرم من البيشنت خو ما سيرم بس وها هي، غير اني عندي فد مادة على مود يتشلب بها هذا السيرم، اذا اني احتاج ريد سيل. الريد سيل ما راح اخذها هنا من البيشنت، راح اجيبها مصنعة، يعني اما مصنعة او اني احضرها بالمختبر، وعادة يعني احنا نجيبها مصنعة. تمام، اذا صار بالتجربة الاولى اني من الشخص اعتبروني اني بيشنت بالسيل جروبينج من اسمها سيل تجيبون الدم مالتي، الدم مالتي هو شنو؟ يحتوي على خلايا حمراء، وتخلطوه ويا انتي سيرة اللي هن ذني، فهمتوني؟ ذني المصنعات الانتيبوديات المصنعة. بينما بالسيرم لا، هو راح تاخذون السيرم مالتي، يعني اصلا السيرم مالتي هو موجود، يعني
هذني المصنعات الانتي سيرا انا بعد ما ريته، هو احنا اصلا الانتي سيرا السيرم اصلا راح تاخذوه من جسمي، فاذا ايش تحتاجون؟ راح تحتاجون ريد سيل، لانه احنا يعني الريد سيل ما عندنا، لان راح تاخذون من عندي سيرم، فتحتاجون هذا السيرم يرتبط ويا ريد سيل حتى يطلع لنا فصيلة الدم. وكذلك following centrifugation بعد ما أنا أسوي قلت لكم centrifuge، ليش؟ لأنه أنا حتى إذا في حال إنه أكو مثلا weak antigen أو في حال إنه أنا يعني مثلا ما طلع لي الريزلت بهاي الحركة مال centrifuge لمدة دقيقة، راح تسهل لي إنه تخلي لي الأنتيبودي يروح يتشلب بالأنتيجين ويكتشف لي هذا الشخص يا بلاد جروب، تمام؟ ف النتيجة شنو طلاب؟ إذا صار كلامب يعني هم ماتين عقد بالتيوب، معناها نقول هذا الشخص بلد جروب مثلا فلان، يعني خلينا نقول صار بالتيوب A معناها هذا جروب A، صار بالتيوب B معناها هذا B، صار بالتيوب A و B معناها هذا A B، ما صار ولا تيوب معناها هذا نيجاتيف، زين يعني شنو جروب O. اوكي النيجاتيف رياكشن لا، هذا الكلام ما راح يصير، راح نشوف اليوتيوب مالتنا كلير حاله حال السلايد لما ما يصير كلام ما يصير عقد. اوكي هذا هسه انه راح يشرح لنا بالضبط على اليوتيوب ميثود شنو هي، هم يعني نفس الحكي راح ينعاد لك بس يعني بكلام مكتوب ومرتب عندك، حتى اني من اسئلك انت تعرف يعني مو بس تعتمد على الحكي مالتي. Both cell and serum grouping should be done since each test act as a check on the other thus reducing the risk of error in blood grouping. يقول لك انه انا بالتيوب ميثود ما اعتمد بس على السيل جروبينج، يعني ما اعتمد بس على خلاياي الحمراء تاخذوها وتريدون تكتشفون شكو على سطحها من انتجين، لا وانما تاخذون السيرم ماتهم وتكتشفوا لي شنو اكو بداخله من انتيبودي، تمام؟ يعني اثنيناتهن لازم تسووهن لان وحده تكمل الثانيه، اوكي؟ يعني تيست يكمل التيست الثاني. السيل جروبينج، بالسيل جروبينج شنو اكو؟ هسه اوضح لكم. الريد سيل ار تيستد فور ذا بريسنس اور ابسنس. زين طلاب انا مو قلت لكم القسم الاول من هاي التجربه هو يشبه الفورورد ميثود، واللي انا عن طريقه الخلايا الحمراء اكتشف شنو على سطحها، اذا انا هذا حاطت لك اياه بالاحمر انه الريد سيل انا اكتشف شنو على سطحها، اذا اكتشف ذا بريسنس اوف اي اند بي انتيجين امبلوينج نون سبيسيفيك انتي اي اند انتي بي سيرا. شنو يعني طلاب هاي؟ معناه انه انا اخذ الخليه الحمراء واكتشف شنو على سطحها من انتيجين، يعني انتيجين اي انتيجين بي، بعد ما شنو اخلطها بانتي اي وانتي بي مصنعات اللي راويتكم اياهن اللي لونهن ازرق ولونه اصفر. بينما القسم الثاني اني يسموه سيرم جروب، بالسيرم جروب اني اريد اشوف شنو السيرم تيستد فور ذا بريزنس اوف ان تي اي اند ان تي بي انتي بودي، وعن طريق هنا شنو اجيب مواد مصنعه اللي هي جروب اي وجروب بي ريجنت، هذني مصنعات يعني مو من البيشنت، من البيشنت اخذ السيرم مالته والمصنع هنا عكس ايش، يعني بالضبط الجزء الاول هو عكس الجزء الثاني. طبعا السيرم جروبينج شود نوت بي كارد اوت، لازم ما اسوي هذا الجزء الثاني بالاطفال اللي عمرهم اقل من 4 اشهر، وحاطت لك شنو السبب واسالك عليه. ليش؟ لانه الانفانت ستارت برودوسينج ان تي اي اند ان تي بي انتي بودي باي 4 الى 6 مانث اوف ايج، يعني الاطفال راح يبلشون يصنعوا لي الانتيبوديات الان تي بي والان تي اي لمن يصير عمرهم من 4 اشهر الى 6 اشهر، ولذلك اني ما اسوي لهم التيست مال السيرم جروبنج، لان احنا يعني هم ما عندهم، يعني انا اخذ السيرم مالتهم ليش؟ لان انا اصلا ابدا ادور على الان تي اي والان تي بي انتيبودي، زين اذا هم اصلا ما عندهم يعني من 4 اشهر الى 6 اشهر يلا يبلشون يصنعوا لي انتيبودي، شنو الفائدة؟ يعني راح ما أحصل على نتيجة مضبوطة. بالنسبة للإلدرلي شافوا يعني بالإنفانت اللي أقل من 4 مانث وبالإلدرلي راح يقل نسبة الأنتيبودي، يعني هم إذا أخذ السيرم مال الأنتيبودي هم
مو كل شيء يفيدني. ليش؟ لان يعني شافوا كل ما نكبر الاجسام المضاده راح تقل عندنا، وبالتالي النتيجه شنو راح يصير عندي؟ انه الشخص ما يعني ما اعرف بالضبط هذا يا بلد جروب، اوكي؟ ولانه انا ما راح اعرف شنو موجود عنده بالسيرم يا نوع من الانتيبوديز. ولذلك شافوا بذني الطريق بهذين الحالتين ان بوث ذيس كيسز، يعني بالانفانت اللي اقل من 4 اشهر وبالناس الكبار، اني الاي بي او جروبينج احسن اسويه بالطريقه الاولى اللي هي سيل جروبينج بس، يعني ما يحتاج اسويه بالسيرم جروبينج. ليش؟ لانه قلنا بالالدرلي الاجسام المضاده تضعف يعني وجودها بالسيرم وتقل، وبالإنفانت أصلا اللي هم أقل من 4 أشهر راح يعني بعدهم ما مصنعين الأنتيبوديز، فراح يبلشون تصنيع الأنتيبودي من 4 إلى 6 مانث، وبالتالي أني ما راح أقدر إنه يعني أكتشف هذا الشخص عنده يا بلد جروب، وبالتالي راح يعطيني نتيجة خاطئة. أوكي. Note ملاحظة: A test tube method of blood grouping is more reliable than a slide group. يقول لك يعني أسألك أو هذا يعني فد سؤال إلك، يقول لك ليش إنه التيوب ميثود هاي الطريقة هي أني أعتمد عليها أكثر من السلايد جروب؟ ليش؟ لأنه this is because، هذا بسبب إنه مو يعني خلال هاي التجربة مالتي أني عن طريق جزء من عدها أني يحتاج أسوي سنترفيوج، يحتاج انه اسوي سنترفيوجيشن. هذا السنترفيوج هاي الحركه راح تخلي لي الانتيجين يجي يشلب بالانتيبودي، وبالتالي في يعني حتى اذا اكو انتيجينات ضعيفه ممكن اني اجيبها واخليها ترتبط بالانتيبودي وتسوي لي رياكشن، وبالتالي اطلع لي فصيلة الدم اللي اني اريدها. اذا التيوب ميثود هي احسن من السلايد ميثود. ليش؟ لانه عن طريق السنترفيوج اني اجيب يعني الانتيبودي راح ترتبط بالانتيجين وراح تسوي لي تخثر، وبالتالي راح يخلي لي الشخص نعرف عنده هذا يا بلد جروب. وحتى الانتيجينات اللي هن ويك واللي أنا ما أقدر اكتشفهم بالطريقة الأولى اللي هي السلايد، بهاي الطريقة راح تخليني أني اكتشفها بطريقة أسهل. أوكي؟ إن شاء الله أهل هنا مفهوم، وإذا عندكم أي سؤال هماتين اسألوني وأني يعني إن شاء الله أجاوبكم عليه. طلاب، بعد قلنا رابع ميثود حتى نسويها للبلد جروب للاي بي او. شوفوا احنا بعدنا بالاي بي او، لان احنا قلنا هنا 5 طرق، حكينا على السلايد وعلى التيوب، وهسه المايكرو بليت. المايكرو بليت ميثود انه اني عندي فد هذا، شوفوا بالضبط مثل هذا، هذا المايكرو بليت يسموه. شو هذني المايكرو بليت عددهن ايش قد؟ هو طبعا هو شنو؟ هو بوليسترين بليت، يعني صفيحة من البوليسترين تحتوي على 96 يعني دائرة. well يعني شلون هاي شلون ال يعني ويل شلون يعني الطاسة أو يعني الدائرة هاي اللي تشوفوها قبالكم. طبعا هاي شكلها إما تكون V shape أو U shape، أوكي؟ إما يكون شكلها على U shape أو تكون على شكل V shape، أوكي؟ زين، فهاي إذا كانت ال U shape يعني طبعا هذا الشعب مالتها، أوكي؟ فهسه إحنا هي هاي تعتبر U يعني U shape، بس إحنا هسه هاي ما مبينه لأن هاي إحنا هسه بوجه هنا، يعني اذا نشوفها هيك من فوق نشوفها هي قاعدتها يو شيب. اليو شيب هي احسن. ليش؟ لانه هي اسهل لي لما اريد اقرا السامبل. اوكي، شافوا انه الجروبينج اللي سكرد اوت ان مايكرو ويل، ذس ميثود هي سنسيتيف، واني لمن استخدمها فور لارج نمبر اوف سامبل. لان شوفوا طلاب ايش قد، يعني هي 96 هاي دويرة عندنا، فأنا كل ذولا أقدر أخلي patient يعني sample من patient. شوفوا هنا هي الأنتيات يعني الأنتيبودي، وهنا الدم مال البيشنت، أوكي، وهنا يا فصيلة الدم عندي، أوكي. فهنا عن طريقة يعني شوفوا مثلا طلاب، هسه هذا الإنسان عند بالأنتي أي أكو أجلوتينيشن، وبعد وين اكو اجلوتينيشن؟ اكو اجلوتينيشن بالدي. اذا هذا ايش سميته اني؟ سميته جروب اي،
اوكي شوفوا طلاب، هاي الـ NTA معناه سيرم، الـ NTB معناه سيرم، هذني اللي لونه بلو ولونه يلو، الـ NTAB اللي قلنا لونه شو اسمه ابيض. طلاب هذه الـ ACL والـ BCL هذني مو انتيات، هذني الـ BCL والـ ACL هذني على مود اكتشف بالسيرم شنو اكو انتيبودي، واللي اني هنا أنا قلت بالتيوب ميثود استخدمها، اوكي بالريفيرس جروبينج، اوكي يعني مو بالقسم الاول مالتها، بالقسم الثاني يعني استخدم اي سي ال وبي سي ال حتى اكتشف بالسيرم شكو انتي بوديز. بالنسبة لنا هنا هي هذا التيست، خلينا نشوف وهاي الانتي دي، لا هذا انتي بودي اللي هو شوفوا هنا صاير، مثلا نجي هنا على الاي نيجاتيف، ليش الاي نيجاتيف؟ لما استخدمنا انتي اي صار تفاعل، بينما بالدي ماكو تفاعل، اذا هو جروب اي نيجاتيف. مثلا بالبي، بالبي شنو نلقى مفروض؟ نلقى بسطح الخلية الحمراء انتيجين بي، اذا لازم يتفاعل ويا من الانتيجين بي ويا الانتي بي، اذا شوفوا راح نلقى هنا اكو تفاعل، شوفوا وبما انه هو بوزيتيف لازم نلقى ويا الانتي جي هم بوزيتيف. زين هسه هاي اعطيتكم مثال على الفورورد، كانه يعني بالسلايد وبالتيوب وبالمايكرو بليت. زين بالسيرم شنو اكتشف؟ بالسيرم اني اريد السيرم مال البيشنت، اريد اكتشف شنو بي انتي بوديز. مثلا طلاب الشخص اللي هو جروب اي وش عنده انتي بوديز بالسيرم مالته؟ يعني بالسيرم مالته شكو انتي بوديز؟ راح نلقى بالسيرم مالته هو عنده صح انتيجين اي، بس بالسيرم لازم عكس هذا الشيء، اذا يا انتيجي يا انتي بودي عنده انتي بي. زين الانتي بي معناه يتفاعل ويا من؟ ويا الاي سي ال لو البي سي ال؟ لا لازم يتفاعل ويا من؟ ويا البي سي ال، اوكي؟ وبالتالي اذا تفاعل ويا البي سي ال حتى يسوي لنا رياكشن. اذا الشخص اللي هو جروب اي فهو عنده انتي بودي اي، وبالتالي الانتي بودي اي يحتاج له خليه حمراء اكو على سطحها انتيجين بي حتى يجي الانتي بي يرتبط ويا البي سي ويطلع لي تفاعل. بينما البي عكس الاي، شلون البي شنو عنده بالسيرم مالته؟ عنده انتي اي، اذا يحتاج اي سي ال حتى يرتبط بيها. اوكي ان شاء الله يكون هذا الشيء كان واضح بالنسبه لكم، وفي حال انه بعدكم ما فهمتوه فان شاء الله راح نتناقش على الاف سي سي مالتنا على البرنامج مالتنا. خامس تيست، العفو رابع تيست اللي اني هم اسويه حتى اكتشف البلد جروب هي تكنيك يسموها كولومن اجلوتينيشن اور جيل تكنولوجي. هاي الكولومن اجلوتينيشن اور جيل تكنولوجي هي هاي الميثود تكون ايزي accurate دقيقة and needs small sample volume، يعني هذه الطريقة هي easy سهلة accurate يعني دقيقة انه كلش دقيقة، وثالث شيء انه تحتاج small sample volume يعني ما نحتاج انه يعني هواية كمية من البلاد. It does not require washing of red cell. هي هاي الطريقة ما تحتاج أغسل الخلايا الحمراء ولا تحتاج أفحص الخلايا الحمراء تحت الميكروسكوب، تمام؟ لأن هي يعني راح يكون واضح أنا بعيني أقدر أكتشف يعني النتيجة. طبعا هي إكسبنسيف وتحتاج في السنترفيوج خاص بيها، ولذلك إحنا أنا أقول لكم ما نركز عليها هواية، يعني أكثر شيء إحنا نركز على التيست الأول والتيست الثاني. هاي التيست الثالث والرابع ذكرت لك إياه إلك يعني على مود تعرف إنفورميشن إلك، وطبعا يعني مطالبين بيها بالامتحان، يعني هي مو معلومات عامة لا، وإنما مطالبين بيها بالامتحان. وقلت لك التيست الخامس بس احفظ لي اسمه بدون ما تعرف شرح عنه لانه شويه صعب. الجل تكنولوجي هذا التيست اقدر استخدمه لمن طلاب؟ اقدر اكتشف بيه الاي بي او يعني فصيله الدم اللي هي يا نوع يعني اي بي او، وكذلك انا اقدر اكتشف الشخص هذا بلد جروب البوزيتيف لو نيجاتيف، وكذلك اقدر اسوي تيست يسموه الكومباتيبلتي تيست المطابقه،
وكذلك أقدر أسوي بيه دايركت انتجلوبيولين تيست، وكذلك أقدر أكتشف عن طريقه الانتيبودي ايدنتيفيكيشن. طبعا ذني لا تشيلون هنها، ذني لا تستعجلون على رزقكم، بس ركزوا لي على الاي بي او والار اتش، لان ان شاء الله ذني التحاليل كلها راح ناخذهم بالمحاضرات القادمه. من اقول لك يا تيست تقدر يسوي كل ذني التحاليل، تقول لي كولومن اجلوتينيشن اور جيل تكنولوجي. اوكي طلاب، بالنسبة لهاي الميثود فور سيل جروبينج يوزز مايكرو تيوب. يعني شنو مايكرو تيوب؟ يعني تيوبات ناعمة صغيرونة اترسها ويا مادة، شو يسموها هاي المادة؟ ديكستران اكريليمايد جيل، من اسمها جيل تكنولوجي او كولومن اجلوتينيشن. احتاج تيوبات تكون ناعمة صغيرونة واترسها وياما والدكستران اكريليمايد جيل. هذا الدكستران اكريليمايد جيل شنو الفونكشن مالته؟ كرياكشن ميديا، يعني وسط للتفاعل، اند سايز فلتر، اند انتي سيرا. تمام. وطبعا يعني مو بس انه هن ذني ويا الاكريليمايد جيل دكستران اكريليمايد جيل، وانما كذلك احتاج انتي سيرا. After addition of red cell، بعد ما أضيف الخلايا الحمراء to the top of the tube، على القمة مال التيوب. تمام طلاب، فراح نحتاج نضيف سطح على سطح الخلية الحمراء، يعني العفو على سطح التيوب، نضيف الخلايا الحمر. فراح نشوف نباوع الهيم اجلوتينين، يعني الهم التجلط، اذا تكون are trapped at the top of the tube، اذا صار بالقمة مال التيوب نقول هذا تيست بوزيتيف، وانما no agglutination pass through the gel and form at the bottom of the tube، يعني اذا صار التجلط بالشعب مال التيوب نقول هذا تيست نيجاتيف. اوكي، بس انا خليت لكم صوره، شوفوا طلاب. طبعا هاي صوره الما للتيوب ميثود اللي حكيناها ثاني تيست، وهاي الصوره للكولومن اجلوتينيشن اور جيل تكنولوجي. هذني المايكرو تيوب، شوفوا هذا التيوب اللي يسموه كان، هذه التجربه مال التيوب ميثود اللي قلت لكم نستخدم هنا تيوب اسمه كان تيوب. وبهذا الكان تيوب أنا مثلا اختاريت ذني ثلاثة تيوبات، اختاريت هنا جروب A وجروب B، هنا B A و B، وهنا مثلا A B. هنا استخدمت ال NTA وال NTB وال NTAB أو ال NTD. زين، هذني نعتبرهن سيرم، واجي ضفت الدم مال البيشنت وانتظر اشوف اسوي له يعني انكيوبيشن واسوي له سنترفيوج حتى اشوف هذا الشخص يا فصيله الدم. بينما هنا شنو اني احتاج؟ احتاج الى مايكرو تيوب. يعني شنو مايكرو تيوب؟ يعني تيوبات صغيره ناعمه. بهاي التيوب اني اترسها فد ماده يسموها ديكستران اكريليمايد جيل. شوفوا يعني هي متروسه بهاي الماده، وطبعا بداخلها ماتين اكو انتي سيرا. واجي الاحظ اشوف شنو واجي اضيف الخلايا الحمراء لي فوق التيوب، والاحظ وين الرياكشن راح يصير؟ راح يصير على السطح مال الخليه الحمراء، لو راح يصير بالشعب. شوفوا هسه طلاب هنا بالجروب بي صاير على السطح، فاذا هذا الشخص شنو عنده؟ عنده جروب، هذا الشخص نعتبره جروب بي. ليش؟ لان اكو على سطح الخليه الحمراء العفو اكو بي انتيجين، بينما بالسيرم شنو اكو؟ انتي اي، ولذلك هنا نشوفه هم متفاعل ويا الاي سيل. يعني هنا بالبي لانه اكو بي انتيجين فطلع لي، يعني هنا شلون سوى هذا الشيء؟ هنا هذا التيوب مليان بشنو؟ مليان بديكستران اكريليمايد جل، ومليان وذ انتي بي، ومليان بخلية حمراء موجود على سطحها انتيجين بي. صار لي رياكشن وشفت التجلط، صار شوف على قمة التيوب، بينما كل ذني التيوبات البقية التجلط صار بالشعب، ولذلك أني ذني مو الفصائل اللي أريتها، يعني لا جروب A ولا غيره. أوكي، بينما هو نفسه الشخص اللي عنده
انتيجين بي يعني اللي هو جروب بي شنو عنده بالسيرم؟ عنده انتي اي، لانه الانتي اي يعني بالسيرم مالته انتي بوديز. لان ليش اكتشفنا هذا الشيء؟ لان هو مكلب وطالع الرياكشن بوزيتيف وين؟ بالاي سي ال، لان معناه الانتي اي ارتبط بالاي سي ال وسوى لي رياكشن. تمام طلاب، اخر شيء اللي هو سوليد فيس اجلوتينيشن، هاي بس اللي قلت لك اياها، احفظ لي يعني احفظ لي شنو هي. شوفوا هذه اللي هي يعني خامس نقطه، سوليد فيس ادهيرنس تكنولوجي، هاي جاست يعني بس احفظ انه هاي وحده من انواع الميثود حتى اسوي الاي بي او جروبينج. هذا طلاب لهنا احنا خلصنا الاي بي او جروبينج، شنو باقي لنا؟ باقي لنا الار اتش دي جروبينج، يعني اني اريد اعرف شلون هذا الشخص هو جروب اي، العفو جروب بوزيتيف لو نيجاتيف. اذا نيجي التحاليل اللي سويناها كلهم اني بس حتى اعرف هذا الشخص يا بلد جروب، يعني بلد جروب اي لو بي لو اي بي لو او، هذا الشخص يا بلد جروب. زين الشخص هذا اريد اشوفه بوزيتيف لو نيجاتيف، اسوي الار اتش دي جروبينج. زين RHD grouping out of the various antigen of the RH system, RLD antigen is the most immunogenic and therefore red cell are routinely tested for D. كلش اني ضروري اعرف هذا الشخص positive لو negative، لانه شافوا انه D antigen كلش نخاف منه، لانه اذا كان موجود وما ندري به ونقلنا هذا الدم positive الى واحد negative ممكن تتكون لي انتيبوديات وتكون انتي دي اللي تذكرون قلنا هي نوعها اي جي جي، وتكون كلش اميونوجينيك وخطره، راح تجي تهاجم هاي الدي انتيجين وتسوي لي لايسيز للار بي سي، يعني تحلل للخليه الحمراء. فالانديفيدوال والدي انتيجين اون ذير ريد سيل ار كورد ار اتش بوزيتيف، نقول عليهم بوزيتيف. لمن اللي ما عنده دي انتيجين على صفحه الخليه الحمراء مالته نقول هذا ار اتش نيجاتيف. If the RH negative individual are transfused with RH positive blood, 90% من عندهم راح يسوون NTD antibody ضد هذا الدم. ليش؟ لأن هذا الدم مالتهم إيش عنده على صفحة؟ عنده antigen. زين إذا ال RH positive الشخص اللي هو فصيلة دم RH positive شكو على سطحه أكو دي أنتيجين. هذا الدي أنتيجين بالسيرم شنو أكو؟ مو أني هذا الشخص هو مو جيب، نقلت الشخص سالب، هذا الشخص السالب راح يتحفز زين وراح يخلي الجسم مالته يصنع لنا أجسام مضادة يسموها الأنتي دي أنتيبودي، واللي راح تهاجم هاي الأنتيجينات وتحلل الخلية الحمراء. تمام؟ In such sensitized individual، بهذا الشخص اللي هو تحفز، إذا مرة ثانية تعرض إلى هم دي انتيجين راح يسبب له فد حالة مرضية يسموها هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، يعني النتيجة إنه أنا مدرت لدم، هذا الدم مالته كله راح يتكسر وراح يسوي لي يعني تحسس عنده. وكذلك إذا كانت بريجننت يعني مرأة حامل وإنه هي فصيلة دمها سالب وفصيلة دم زوجها موجب وإنه هي تعرضت إلى هذا الشيء بالثيرست بريجننسي، ولذلك إحنا ننطيهم أنتي دي هاي الأبرة. تمام؟ فاني النتيجة شنو طلاب؟ انه اني راح معرضتها انه طيتها دي انتيجين، فبالنكست بريجننسي راح امد دي انتيجين تخليها تسوي جسمها يسوي اجسام مضادة اللي هي انتيجي، وهاي الانتيجي اني اخاف منها. ليش طلاب اخاف منها؟ لان هي نوعها اي جي جي، وبما انه هي نوعها اي جي جي هي راح تعبر البلاسنتا وتروح تحطم لي الدم مال النيوبورن وتسوي ويلي في الديزيز يسموه هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. وان شاء الله راح ناخذ تذني التو يعني كيسز ب يعني والكومبليكيشن بمحاضره خاصه وحدها. الار اتش جروبينج از سبيشالي امبورتنت ان يونج جيرل، عاده اكثر شيء بالبنات الصغار اللي اصلا هي يعني مقبله على زواج وشي، يعني لازم اعرف شنو فصيله دمها لانه حتى ما اعرضها الى هذني يعني الحالات الكومبليكيشن اللي استونا ذكرناها. شلون اني اسوي الار اتش دي جروبينج؟ از دان اونلي باي فورورد
or cell grouping method. يعني أني بس فقط أسويها بالفورورد جروبينج، لأنه ليش طلاب؟ لأن أنا بالفورورد شنو أكتشف؟ أكتشف شنو أكو على سطح الخلية الحمراء من انتجين. بينما بالسيرة مال ذولا اللي هم ار اتش بوزيتيف، لو ار اتش نيجاتيف عادة أنا ما ألقى انتيبوديز، عادة ما ألقى انتيبوديز لأن هو مو ناتشرالي أكيرينج، يعني هو مو هذا الانتيبودي موجود بجسمي، لا هو هذا الانتيبودي يتكون لمن اني انقل دم، يعني شخص هو نيجاتيف واني نقلت له دم بوزيتيف، خليت جسمه يكون انتيبودي، فبالعاده هو ما عنده انتيدي، فاني اذا سويت سيرم جروبينج ما راح استفاد. ليش؟ لان انا ما راح اكتشف هذا الانتيدي، وبالتالي ما راح تطلع لي النتيجه الصح. فاذا السيرم اور ريفرس جروبينج از نوت كارد اوت بيكوز، ليش؟ لأنه عادة الـ absence، الغياب of entity in the majority of Rh negative patient. الـ entity antibody are not naturally occurring. استوني قلت لكم هو ما يحدث يعني عندنا، يعني احنا ما نصنعه. And develop only عادة فقط يتكون بعد ما انه انا تعرضت الى دم positive following الـ transfusion او pregnancy، فما راح يفيدني، وبالتالي انا ما عندي antibody. هو السيرم يكشف شنو؟ تكشف الانتيبوديات بالسيرم، بينما السيل جروبينج شن تكشف؟ تكشف الانتيجين على سطح الخلية الحمراء. فأني مو الأحسن لي أسوي السيل لول فورورد، لأن أنا أريد أكتشف الدي انتيجين على سطح الخلية الحمراء. أوكي، إذن أقول لك الار اتش جروبينج شون أسويه؟ فقط بالفورورد أور سيل جروبينج. يعني أنا أقدر أسويه بطريقتين مال هذني، نفس طريقتين، وهي هذه الطريقة السلايد، لأن أصلاً هي forward grouping، والتيوب method أول قسم منها الفورورد، لأن هي هماتين تكشف لي. وحتى بالمايكروبليت هماتين أقدر أخلي A cell و B cell مثل ما وضحت لكم هنا. شوفوا قلت لكم هذا A cell وال B cell، العفو لا مو A cell وال B cell، قصدي الانتي جي احنا دا نحكي. فقلت لكم الانتي جي على مود اكشف انه انا شنو اكو. شوفوا هسه هذه ليش بوزيتيف؟ لانه اكو على سطح الخليه الحمراء دي انتي جي، واني ضايفه انتي جي، فصار لي تفاعل. بينما الاي سالب ماكو على سطح الخليه الحمراء دي انتي جي، وبالتالي ماكو تفاعل ويا الانتي جي، ولذلك طلع لي ماكو رياكشن ولا اجلوتينيشن. شوفوا البي بوزيتيف كذلك عنده على سطحه دي انتيجين وتفاعل لي ويا الانتيجين، بينما البي نيجاتيف ما عنده على سطحه دي انتيجين وما تفاعل لي ويا الانتيجين. اوكي، الميثود اوف ار اتش جروبينج از سيميلر ان برينسيبل تو اي بي او جروبينج، تشبه الطريقه. ولذلك انا هنا ذكرت لك يعني احنا ما عاده احنا ما نسوي هنا ما نخلي هذا الانتي اي بي، لأن هو عادة أنا ضايفة قطرة مال دم وأنتي سيرة أنتي أي وأنتي بي، فإذا صار التفاعل هنا وهنا أقول هذا الشخص هو بلد جروب أي بي. فعادة إحنا نستخدم ثلاثة، الثالث هو الدي، زين الأنتي دي اللي هو هذا اللون الأبيض حتى بالمختبر إحنا عندنا إياه. فأني مثلا أخلي قطرة دم هنا وقطرة دم هنا وقطرة دم هنا، وأضيف أنتي أي وأنتي بي وأنتي دي، ولاحظ الرياكشن وين راح يصير. صار فقط بالأي والدي قلت هذا A positive، صار فقط بالA بدون الدي والبي قلت هذا A negative، زين صار لي بالبي والدي قلت هذا B positive، صار لي فقط بالبي هذا B negative، صار لي بالA والبي والدي هذا سميته AB positive، صار لي فقط ما صار لي العفو صار لي بالA والبي وما صار لي بالدي هذا AB negative، صار ما صار لي بيهم يعني ما صار لا بالاي ولا بالبي فقط بالدي سميته او بوزيتيف، ما صار بيهم كل هالرياكشن هذا او نيجاتيف. تمام، العفو طلاب باقي شويه للسلايد الاخير مالتنا.
اذا هي تيست تشبهها الار اتش جروبينج، اذا الميثود هي تشبه البرنسيبل مال الاي بي او جروبينج. سينس السيروم اور ريفرس جروبينج از نوت بوسيبل، طبعا ما نسوي السيروم. ايتش سامبل از تيستد ان دوبليكيت ان ذس ان ذا بلاد بانك، عاده احنا ان يعني نسوي مرتين نشيكه. ليش؟ لانه نخاف، لانه احنا السيروم جروبينج ما راح نسويها، فنريد نتاكد بالضبط انه هذا الشخص بوزيتيف لو نيجاتيف، تمام؟ فنعيد التيست اكثر من مره. With polyclonal antisera, if the antibody testing is negative, further testing for weak antigen should be performed. إذا استخدمنا polyclonal antisera، مو قلنا polyclonal anti-D و anti-A و anti-B هو مو specific. فإذا في حال إنه كان عندنا polyclonal، يعني ما كان عندنا monoclonal متوفر لنا، فيحتاج إنه نعيد التست كم مرة، فد مرة مرتين، حتى لأنه إذا أكو weak antigen اكتشفه، لأنه polyclonal عادة هو ما يكتشف لنا ال weak antigen مثل ال monoclonal anti-D antibody. Positive reaction with either label the unit with Rh positive، يعني نقول هذا الشخص Rh positive. Blood unit negative نقول عليه يعني with both D and weak antigen are label Rh negative، يعني اثنيناتهم اللي عندهم ما عندهم D واللي عندهم weak D أسميهم أني هم Rh negative. المونوكلونال اي جي ام انتي دي انتي سيروم should be used for cell grouping which allow the Rh grouping to be carried out at the same time as the IBO grouping at room temperature. يعني نفضل المونوكلونال انتي بودي بدل البوليكلونال انتي بودي. With monoclonal antisera, most weak form of D antigen are detected and further testing for weak form of D antigen is not required. إذا يعني أني من أكتشف الويك أنتيجين، طبعا الويك أنتيجين رمزوا له بالرمز دي يونت، أوكي دي هيجي يو، أوكي ويك أنتيجين معناه، فإنه أني إذا اكتشفت أكو ويك أنتيجين دي، فهذا أني همتين يعني إنه أوكي تمام الأمور، فما راح أحتاج إنه أني أخاف بعد، وهذا عادة أكتشفه أكثر شيء بالمونوكلونال أنتيبودي أكثر من البوليكلونال أنتيبودي، لأن البوليكلونال أنتيبودي ما يكون يعني specific مثل البوليكلونال أنتيبودي. أوكي إن شاء الله لهنا طلاب المحاضرة كانت واضحة بالنسبة لكم، يعني إذا عندكم أي مشكلة ما فهمتوها مو واضحة يا ريت تكتبوا لي ونتناقش إن شاء الله بمحاضرتنا. موفقين يا رب، ويا ربي إن شاء الله تكون يعني المادة سلسة وتقدرون تفهموها من عندي. مع السلامة.